واخا هذا نعطوك سميتو بعد عطينا الرساله، علاش كنقول لك باش تجاوب الرساله؟ الا مشات اليد للكره لان راه لبست يد. الحالات التي لا يعتبر فيها مخالفه، ضربت بربعه كما قلنا، رميه التماس، ضربت ركنيه. مخالفه العقوبه في هذه الحاله هذه اللي كيكون ضربت كيكون التسلل كنعطو ضربة خطا غير مباشرة للفريق الخصم. في اطار ما درت عليكم التسلل لتبقى القواعد الثالثة التالية، اقرب خط بربعه